نبدا كالمعتاد باهم الاحداث اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالامس وفد سوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياسيه والمدنيه السودانيه اللي بتستضيفه مصر، واعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقديره لاستجابه المشاركين للدعوه المصريه لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب في ظل اللحظه التاريخيه الفارقه اللي بيمر بيها السودان الشقيق. امبارح ايضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية بتكثف مختلف الجهود من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة ولتشجيع القطاع الخاص، وذلك تعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكيات الدولة. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد سوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية اللي بتستضيفه مصر، وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب في ظل اللحظة التاريخية الفارقة اللي بيمر بيها السودان الشقيق واللي بتتطلب تهيئة المناخ المناسب لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب. وشدد الرئيس على أن مصر لن تألو جهداً ولن تدخر أي محاولة في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب وضمان عودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكداً ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل يحقق تطلعات شعب السودان وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد اللي بيعيشها السودان بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإنسانية. امبارح تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنساني، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا. كل عام وأنتم بخير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تسويق الوحدات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستعرض رئيس الوزراء حصر للوحدات الجاهزة للطرح أو المشروعات اللي بيجري تنفيذها حالياً سواء في العاصمة الإدارية الجديدة حي جاردن سيتي الجديدة أو مدينة العالمين الجديدة، مشروعات الأبراج وغيرها، وكذلك المشروعات السكنية بالشريط الساحلي بأسوان الجديدة ومنطقة سور مجرى العيون وغيرها من المدن. وكلف رئيس الوزراء بإعداد خطة لبدء تسويق الوحدات الجاهزة للطرح بهذه المشروعات على أعلى مستوى بمستهدفات واضحة وبرنامج زمني محدد لشركات التسويق، مؤكداً أنه سيتم مراجعة تنفيذ هذه المستهدفات دورياً. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيعاً للقطاع الخاص، وده تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أشار مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية وأيضاً صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بتحرص دوماً على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين اللي بيتم سنها من أجل إيجاد أرضية مشتركة بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين اللي بتهم المواطنين. لذلك يجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا لا سيما في اللجان النوعية.